مشاهدينا وفقرة جديدة من فقرات ذا دكتورز. انا عايزة اقول لكم انه صعب جدا على اي حد فينا ان هو يشوف حد بيتألم او ان هو تعبان. طيب الاصعب من كده ايه؟ ان انت تشوف حد فقد عضو من اعضاء جسمه، عضو مهم وعضو حيوي زي رجل اللي بيمشي عليها. صعب ساعتها ان انا اقول طب حاول تحط نفسك مكانه او حاول تتخيل موقفه. مريض السكر بالذات في المراحل المتطورة شوية بيبقى قلقان من عواقب كتيرة، بيبقى قلقان من ايه؟ بيبقى قلقان من القرح، بيبقى قلقان من الالتهابات، بيبقى قلقان من يمكن الغرغرينة، بيبقى قلقان من برضو ان هو يوصل لمرحلة البتر. طيب النهاردة احنا عاملين سيجمنت كاملة هنتكلم فيها عن اكتر من حاجة، هنتكلم ازاي نقدر نعمل بريفنشن او وقاية عشان ما نوصلش للمرحلة دي. طب لا قدر الله لو تم تشخيص المريض بحاجه زي كده ولازم نعمل انترفنشن او نتدخل، هنعمل ايه بالظبط؟ كل ده هنعرفه دلوقتي في السيجمنت. بتسمحوا لي الاول ارحب بقيمه العلميه موجوده معايا النهارده في استوديو ذا دكتورز، دكتور وليد الدالي. استاذ دكتور وليد الدالي استاذ جراحه الاوعيه الدمويه جامعه القاهره، استشاري القدم السكري والاسطره الطرفيه وعلاج دوالي الساقين بالليزر، عضو كليه الملكيه للجراحين بانجلترا وزميل جامعه كولن وكل بالمانيا. اهلا بيك يا دكتور وليد ومنور شاشتك. اهلا بحضرتك. اول حاجه يا دكتور احنا بنتكلم على القدم السكري، في ناس كتيره بتعرف ترمينولوجيز او مصطلحات معينه بس ما تعرفش المرض ده عباره عن ايه، عايزين نسمبليفاي او نبسط المرض ده للمشاهدين. هو القدم السكري طبعا حاجه منتشره جدا في العالم ومنتشره جدا في مصر. هي حاله بتحصل عامه لمريض السكر ودي بتحصل نتيجه اهماله ان هو يظبط السكر بتاعه في المعدلات الطبيعيه. اوكي. فنتيجه كده بيحصل اختلال في الشرايين واختلال في الاعصاب. ونتيجه اختلال الشرايين يعني بيحصل انسدادات في شرايين القدم او الساق او الفخذ حتى. وبيحصل برضه التهاب اعصاب، فبيبدا المريض بتاع السكر ما يحسش بالالم كويس، يبدا العظم بتاعه يتحرك من مكانه. فنتيجه كده بيبقى الساق ديت عرضه للمشاكل الكتيره، من ضمنها الالتهابات، من ضمنها القرح اللي ما بتخفش بسهوله. ومن ضمنها طبعا اكتر حاجه الناس بتخاف منها اللي هي الغرغرينه. هي اسباب تبقى ايه يا دكتور وليد الغرغرينه عامه؟ هو عامه الاسباب الغرغرينه كتيره. من ضمنها طبعا مرض السكر. اوكي. ده اكبر حاجه في مصر. طبعا حاجه تانية شرب السجاير كتيره، اللايف ستايل بقى، اللايف ستايل لو واحد بيشرب سجاير كتيره جدا طبعا دول كتير، واحد مثلا كبير في السن شويه، واحد عنده زياده في الدهون الثلاثيه او كوليسترول بتاعه عالي فترات طويله. تمام. كل دي اسباب. لو هنرجع بقى للمرض السكر وهو اكتر حاجه بتعمل الغرغرينه دي، طبعا السكر مع السجاير لو واحد الاثنين مع بعض. لا ممكن واحد لوحده، بس لو حد بقى بيعمل الاثنين هتبقى الدنيا طبعا اوحش بكتير. ده شكل القدم السكري اللي احنا بنتكلم عليه. دي بدايه كده طبعا، دي قرحه هي موجوده، وطبعا القدم نفسها شكلها متغير. أوكي. لو بصينا هنلاقي القدم نفسها العظم بتاعها دي متاخره، دي مش في البدايه. والله احنا بنشوف اوحش من كده بكتير، فدي تعتبر في مرحله متوسطه. تمام. الناس في مصر طبعا يعني بتحب تستنى على حاجه شويه. بالظبط، احنا بنستنى لاخر مرحله او الموضوع يبقى متطور جدا. لا دي متطور يعني، يا ريت حتى العينين يجوا كده. العينين بيجوا يعني في مراحل متاخره عامه اكتر من كده بكتير. اوكي. بيبقوا خايفين من جزئيه البتر ولا مش قادرين يستحملوا الالم؟ لا هو طبعا بيبقى اهمال اكتر منه. دي المرحله اللي يعني ايه اللي معقوله يعني، يعني لو حضرتك شفتي الرجل الشمال مختلفه مثلا تماما عن الرجل اليمين. فالرجل دي طبعا واضح ان العظم بتاعها متغير تماما، ورجل حمراء فيها التهابات. اوكي. فيعني ده شكل من الاشكال. ده شكل من الاشكال بالظبط. تمام. طب ايه الفحوصات بقى يا دكتور وليد اللي احنا بنتكلم عليها عشان نشخص؟ طبعا هو اهم حاجه طبعا هو لو هنتكلم على الغرغرينه، واحد عنده مثلا غرغرينه او بدا يحس ان صباع في رجله بدا يلون او صباع لون بالفعل. تمام. اول حاجه طبعا الفحص الاكلينيكي مهم جدا. واهم حاجه في الفحص الاكلينيكي بنشوف العيان دوت مجرد دي التهابات او مشاكل في الالتهابات عامل السواد دوت او عنده انسداد في الشرايين. اوكي. فالفحص بيبين عن طريق ان انا بحس النبض في القدم. هل الشرايين للانسان ده سليمه ولا لا. تاني خطوه بنبدا في الفحوصات بقى اللي احنا بنشوف فيها، بنعمل حاجه اسمها دوبلر ملون على الشرايين. ده انصح ان كل العيانين على الاقل يعملوه. تمام. اللي عندهم مشاكل قدم السكري. اوكي. ده بيوري في مشكله ولا مفيش مشكله. لو في انسداد بقى في الشرايين بنبدا نشوف الحاجه الثانيه. إيه؟ المرحله الثانيه اللي هي نبدا نعمل اشعه مقطعيه بالصبغه على شرايين الساق. تمام. دي طبعا بتستدعي ان العيان ياخد يشوف وظائف الكلى عنده سليمه ولا لا. لو وظائف الكلى سليمه
طبعا بنقدر نعمل الاشعه دي بمنتهى الامان، ما بقاش في اي مشكله. اوكي. الناس طبعا بتخاف من الصبغه شويه، والصبغه في مصر سمعتها وحشه. دي حقيقه. واخده ستيريوتايب كده معين. اه بالظبط، بس طبعا الكلام ده كان زمان مش دلوقتي. الصبغه المستخدمه دلوقتي طبعا حديثه جدا. دي الامان من بقى او الجديده. لا بقى لها سنين طويله، بس هي فكره كلها ان في حاجه في ذهن الناس ان الصبغه دي حاجه وحشه، بالعكس الاشعه الصبغه دقيقه جدا وبتوريك الشريان مرسوم وبتعرف بالظبط انت فين المشكله بالظبط، والبحث هيبقى شكله عامل ازاي، والسبب فين، هنا وهنا وهنا. طب الصوره اللي قدامنا دي يا دكتور بتبين ايه بالظبط؟ دي الدوبلر الملون، بيبقى دي طبعا الانسان الطبيعي، الشريان الطبيعي بيبقى عليه الويف اللي تحت ديت، تمام، اللي هي بتبقى ثلاثيه. اوكي. دي الطبيعيه، تمام. ده دوبلر ملون بيوري ان الفلو بتاع الدم او جريان الدم في الحته طبيعي. دي طبيعي تمام. الشكل بقى المختلف او اللي بنلاحظ ان فيه مشكله بيبقى ثنائي او ثنائي او ناحيه واحده، تمام. اوكي. دي مثلا اشعه بقى مقطعيه اللي انا بقول لحضرتك عليها هنا. مثلا الشريان ناحيه مكان السهم هي في حته سده. اوكي. الابيض ده واخد بطول الشاشه، ده الشريان. الحته اللي عليها السهم دي حته مسدوده. لو بصينا على الناحيه الثانيه هنلاقي في دعامه رجبت هنا مكان الحته المسدوده. لو على الشريان الاشعه الثالثه بقى، دي الاشعه المقطعيه بالصبغه اللي بتوري الضيق في الشرايين. دي مثلا اشعه مقطعيه بالصبغه بتوري الشرايين تحت الركبه. أوكي. اللي هي اكتر شرايين بتتاثر في مريض السكر، تمام. تمام. دي بيبقى ثلاث شرايين، شريان امامي وشريان خلفي وشريان في الوسط، تمام. العيان اللي عنده شريان واحد منهم سليم، الامامي او الخلفي، ويبقى واصل للقدم، ده بيعتبر طبيعي. يعني ربنا عامل ثلاث شرايين، في اثنين منهم اساسيين وفي واحد منهم كده زي احتياطي. أوكي. لو شريان منهم سليم بنعتبر الدمويه سليمه، تمام، الفلو سليم. الفلو سليم، فدم يعني ما بيبقاش ساعتها محتاج دم زياده. اوكي. لو الاثنين مقفولين يبقى لازم واحد على الاقل منهم يتفتح، لازم. طب دلوقتي بنقول ان البيشنت او المريض شخص ان هو عنده انسداد في الشرايين، مريض الغرغرينه، بنتصرف معاه ازاي؟ اول ستيب تبقى ايه يا دكتور؟ بعد ما عملنا فحوصات وخلاص عرفنا بقى عندنا خطه كامله، الحاجات دي فيجن واضحه ورؤيه واضحه. وطبعا علاج الغرغرينه، تمام، ما دام في غرغرينه او صباع لون بيبقى علاجها ان لازم نوصل الدم للرجل. أوكي. هنا العلاج الدوائي ملوش اي دور. هنا العلاج الدوائي انتهى. اوكي. تمام، فلازم نوصل الدم للرجل. تدخل جراحي على طول؟ لا مش تدخل جراحي، بيبقى قسطره. قسطره بيبقى توصيل، بيبقى حاجه بسيطه، تمام، عن طريق وخزه ابره معينه كده، حاجه بسيطه بتتعمل ان احنا بنوسع الشريان بالبالونه، تمام. تمام. وبعض الاحيان بنركب برضه دعامات. امتى بقى بقول ان البيشنت ده، يعني هنتكلم برضه على جزئيه الدعامات بس بعد الصوره دي، الفلو ده البلوكج اللي احنا بنتكلم عليه ده بيوري بالظبط الشريان مثلا مسدود، تمام، يبقى وده مثلا قرحه في الرجل من تحت، تمام، تمام، يبقى العيان ده كده خلاص محتاج يسلك شرايين، تمام. اوكي. فدي بتتعمل ازاي؟ ان احنا بندخل اهو، بنشك العيان شكه واخذت ابره، دخلها جوه الشريان، وبعدين بندخل سلك، تمام، دي هو الدخله، تمام، وبعدين بندخل سلك مرشد، اللي هو السلك اللي داخل ده، دي الانبوبه اللي بتخش جوه الشريان اللي يعتبر المدخل، وبعدين ده السدد عليه تصلب شرايين بنعدي من خلاله بسلك مرشد دقيق جدا، تمام. وبعد ما بندخل السلك المرشد ده بندخل بالونه وبنوسع الانسداد دوت ببالونه. اوكي. دي البالونه هي بتتنفخ، وبعدين بعد ما البالونه بتفضى بيبان ان الدنيا وسعت اهو، السكه وسعت، والدم بيبدا يجري تاني في الشريان المسدود اللي كان مسدود، تمام. اوكي. دي البروسيس كلها شكلها بيبقى عامل ازاي بالظبط؟ دي يعني حاجه بسيطه. وبعدين بعد كده في بعض الاحيان بنركب دعامه، الدعامه دي بتبقى انبوبه كده معينه. بعض الاحيان هم مين البيشنتس اللي ممكن نقول ان هم دول ما ينفعلهمش غير الدعامات؟ هو الدعامه ما بتركبش لوحدها، تمام، تمام، لازم يبقى في توسيع في الاول. اوكي، يعني الخطوة دي أساسية، الخطوة التوسيع دي في كل العيانين، تمام. بعد ما بنوسع بنصور، تمام، وبنشوف الشريان ده بعدها لسه مفتوح أو قفل أكتر من 30% بعد التوسيع، أو في شروخ في جدار الشريان، تمام. حاجة اسمها دايسكشنز، دي بتبقى جدار الشريان مشرخ، تمام. لو الحاجات دي حصلت يبقى دي معناه إن الشريان دوت هيقفل، لو سبته كده هيقفل. أوكي. يبقى التوسيع كده مش كفاية، يبقى لازم أحط الدعامة اللي هي أنبوبة معدنية رفيعة خالص، معموله طبعا من ماده معينه، تمام، بحيث ان هي تمسك جدار الشريان ويبقى جدار الشريان مفتوح، تمام. طب يا دكتور في ناس كتير بتبقى شايفه ان هو ايه، في ستاندرد لكل حاجه، يعني الدعامات اللي انتوا بتتكلموا عليها دي اكيد ما فيش غير نوع واحد بيتركب لكل المرضى، ولا في اكتر من نوع؟ لا، في طبعا انواع كتيره جدا، تمام، الا ما كانش هيبقى في علم ولا كان هيبقى في طب، صح، تمام. وعادي حضرتك مثلا الحته اللي عند الركبه،
تمام. الرجل، الرجل طبعا شرايين الرجل مختلفه تماما عن القلب. اوكي. لان الواحد بيتحرك برجله. في اماكن في الرجل بيبقى فيها حركه جامده جدا، زي مثلا عند الركبه. اوكي. فانت لو وسعت في عند شريان الركبه دوت ولقيت نفسك محتاج دعامه، في دعامات معينه بتركب. ما ينفعش اركب اي دعامه، لازم يبقى ماتيريال معين او الكيس معينه والبيشنت معين. اه بيبقى في معين يعني، لو ركبت دعامه عاديه في منطقه الركبه بتتكسر. طب المنطقه اللي احنا شغالين عليها دلوقتي الكيس دي بتبين ايه؟ دي بتبين عند حضرتك، دي بتبين حاجه اسمها البالونات الدوائيه. البالونات الدوائيه. اه طبعا دي البالونات الدوائيه في الشرايين طبعا فيها مشكله، ان هي فيها مشكله وفيها ميزه، في بروز اند كونز بقى. آه بالظبط. العيب طبعا ان هي غاليه. اوكي. التكلفه. اه التكلفه غاليه، اغلى بكتير جدا طبعا من من البالونات العاديه. اوكي. ايه مميزاتها؟ ان هي بيبقى فيها دواء معين. البالون بيبقى فيها دواء، لما بتوسع في جدار الشريان بالبالونه الدواء ده بيخش جوه جدار الشريان. تمام. الدواء ده غالبا بيبقى حاجه اسمها باكليتاكسل، تمام. ده بيبقى حاجه بتمنع ان الشريان ده يقفل تاني، او بتقلل ان هو يقفل تاني. فالفايده بتاعت البالونات الدوائيه هي ما هياش مكان الدعامه. تمام. يعني ده مش بديل لده. لا مش بديل للدعامه. تمام. لو عيان محتاج دعامه بيركب دعامه برضه. اوكي. بس هي حاجه بتخلي الشريان يفضل مفتوح فتره يعني طويله. ده الضمان اللي هم بيقولوا له، ان يعني او الدكتور المختص بيقول له عشان ما يرجعلكش المره الثانيه. بالظبط. هو ده الضمان. اه دي بتقلل تماما ان اللي هو الريستينوزس، او ان الحاجه تقفل تاني. تمام. طبعا كل البلاد اللي هي بقى الغنيه اه بتتجه ان كله يتعمل في بالبالونات الدوائيه. اوكي. ده مش هيبقى متوفر قوي في مصر. مش يعني متوفر. بل هو موجود، يعني هو موجود بس مش متوفر. الحاجات موجوده بس. أوكي. ممكن تبقى الحاجات موجوده، كل حاجه طبعا كل حاجه موجوده الحمد لله. بس طبعا عشان التكلفه هيبقى في حالات شوية معينه هنقول لها يا ريت انت تستخدم بالونه دوائيه، زي مثلا عين في الركبه. اوكي. حته سمعتها وحشه مثلا وبتقفل كتير. تمام. حته عليها حركه كتير. فلو العين اتوسع يبقى يستحسن مثلا يحط بالونه دوائيه. الحاجات بتاعت الفخذ برضو السد الشرعي اعتقد يستحسن يتحط فيه بالونات دوائيه. احسن. تمام. بكتير. احسن بكتير في النتيجه، عشان انا بقول للبيشنت بتاعي لو انت مش حابب تمر بالتجربه دي تاني انا بديك ضمان. بالظبط. هي ميزتها ان هي طبعا الريستينوزز او ان الدنيا تقفل تاني اقل بكتير جدا من البالونات العاديه. طب نرجع تاني لجزئيه الدعامات، علشان الناس برضو هتسال في الجزئيه بتاعت الماتيريال اللي احنا كنا بنتكلم فيها. قلنا في كذا نوع من انواع الدعامات المستخدمه حسب البيشنت. انواع تانيه ايه يا دكتور ممكن تكون موست كومن او اللي بتناسب الشريحه الكبرى من المرضى؟ هي الدعامات اللي هي البير ميتال ستنت العاديه خالص. تمام. دي بتركب في اجزاء معينه من الـ من الـ من الرجل. زي دي، زي دي اللي احنا بنتكلم. اه زي ديت بالظبط. تمام. دي بتتحط عشان تسيب جدار الشريان مفتوح. اوكي. تمام. دي اكتر حاجه ليها منطقه الفخذ طبعا ومنطقه الركبه في بعض الاحيان، بس بقول زي ما قلت لحضرتك الدعامه المعينه بتاعت الركبه مش الدعامه العاديه. تمام. تحت الركبه ما بيبقاش في دعامات قوي. تمام. تحت الركبه منطقه عاده بتبقى كفايه جدا التوسيع فيها في اغلب الحالات. طب في انواع تانية مثلا ممكن نقول ان لا الكيس دي صعب ان انا اجي قدام بيشنت اقول له احنا ممكن نعمل تدخل جراحي، او ان انا ممكن اعمل لك دعامات، او ان انا اعمل اي حاجه علشان البيشنت هيستوري بتاعه ما يسمحش؟ في حاجه في التاريخ المرضي بتقول ما ينفعش اعمل لك حاجه زي كده، ولا مش هيبقى في مشكله؟ هو ده المشكله اللي بتواجهنا دايما، اللي هو العيان اللي عنده قصور في الكلى، اللي عنده قصور في الكلى ده ما ينفعش ياخد صبغه عاديه. لان لو خد صبغه عاديه هيغسل الكلى. اوكي. تمام. فده بيتعمل بحاجه اسمها ثاني اكسيد الكربون. تمام. بصبغه معينه. بتبقى امنه تماما على الكلى. اوكي. تمام. فده من الحاجات اللي كانت حاجات بنقول للعيان انت هتعمل جراحه خلاص ما ينفعلكش قسطره، وجه موضوع الغاز ده حل الموضوع. حل ده حل المشكله دي اساسا. اه. تمام. انسداد الشرايين عامة بيبقى حوالي 80% من العيانين بيتعملوا بالقسطرة، وهيفضل برضه 20% بالجراحة التقليدية اللي هي جراحة الوصلات الشريانية. دي لسه ليها دور وما ماتتش، بس لازم تنقي العيان اللي يعمل ده. جزئية البيشنت سيلكشن. اه بالظبط. ده مهم جدا. لأن العمليات عامة يعني في بعض العيانين بتعيش أطول. تمام. عشان ما بقاش بخش برضه بنوسع العيان كذا مرة والعيان بعد كده في الآخر يعمل عملية، والعمليه ممكن بعد كده ما تبقاش متاحه. طب ممكن نقول مثلا ان تحضير المريض ما قبل بقى العمليه بيساهم بدور كبير قوي او بنسبه كبيره في انجاح العمليه ولا لا يا دكتور؟ هو طبعا لازم، هو لازم يبقى في تثقيف للمريض، لان سلوك المريض اللي ادى بيه لانسداد الشرايين ولقدم السكري لو استمر عليه
ممكن يدمر الدنيا. يعني واحد مثلا مش مظبط سكره لازم يظبط سكره بعد ما وسع شرايينه. واحد بيدخن مثلا كتير لازم يبطل سجاير. في ادويه معينه العيان بيمشي عليها زي مثلا خافض للدهون وزي مثلا الكلوبيدوجريل، طبعا ده اسم علمي اللي هو حاجه ضد مضاده للصفائح. يعني هي بتبقى عباره عن تعليمات لازم يمشي عليها علشان يحافظ في الاخر على الاوتكم او النتيجه. لازم تغير حياتك بصفه عامه. الحديث بقيه ان شاء الله، وانت نورتني النهارده يا دكتور وليد، شكرا جدا على وقتك. بشكرك شكرا جزيلا. بشكر استاذ دكتور وليد الدالي، استاذ جراحه الاوعيه الدمويه جامعه القاهره، استشاري قدم السكري والاسطره الترافيه وعلاج دوالي الثقيل بالليزر، عضو الكليه الملكيه للجراحين بانجلند، وزميل جامعه كولن وكلب المانيا. شرفتني النهارده يا دكتور وليد، شكرا جزيلا. مشاهدينا بكده تكون خلصت فقرتنا، اشوفكم على خير ان شاء الله في رعايه الله.